إذا حبينا نعمل صورة لرائد فضاء كلب من فصيلة الهاسكي بعد نهاية العالم، الذكاء الاصطناعي بيعملها. أو مثلاً كاظم الساهر عم يعزف عزف منفرد على الساكسفون بس بدنا نرسم بالبكسل، كمان الذكاء الاصطناعي بيعملها. وحتى رجل حامل بإيده تفاحة خضرة، الذكاء الاصطناعي بيعملها، بس الإيدين وضعهم غريب صح؟ ليش الذكاء الاصطناعي ما بيقدر يرسم إيدين؟ بغض النظر عن النموذج اللي عم نستعمله، سواء دالي أو ميدجورني أو غيرها، أي شخص حامل تفاحة مثل مثالنا راح يظهر بأيدي غريبة شوي. شو الصعب الموضوع؟ الشغلة سهلة صح؟ يا ويلكم جميعا. فن الرسم عند الذكاء الاصطناعي ممكن يخلينا نعمل صور بأغرب ما يكون، أشبه بأحلام العصاري. مثلا باندا عم يعمل كيك بمطبخ مشمس، بس هالفن بيعاني لما نقول له عطينا صورة امرأة حاملة آيفون. بصراحة هي المشكلة ما انها خطأ بنماذج الذكاء الاصطناعي، لكن هالصعوبة بتشكيل الايادي ممكن تعلمنا شغلات اكبر عن كيف الذكاء الاصطناعي بيتعلم وبيشتغل. يعني شو الصعوبة بانه نمسك شيء هيك؟ عند سؤال احد الرسامين اللي علم الاف الناس كيف يرسموا ايدي من خيالهم، قال التالي: اول خطوة ليتمكن شخص من الرسم او حتى يبدأ بشكل رسمي التدرب على الرسم، في خطوة التعرف على الاشياء وتمييز الانماط. فنحن فعليا كبشر من الطفولة بنكبر ونحن عم نشوف ايدي كتيرة وباشكال مختلفة كتير وبوضعيات مختلفة كمان، وهالشي بخلينا نعرف تقريبا كل امكانيات الايدي، فبنتعلم من خلال التعايش مع هالامر وتمييز الانماط على اختلافاتها. الذكاء الاصطناعي بيتعلم بشكل مماثل مع وجود اختلافات مهمة. خلينا نتخيل نموذج الذكاء الاصطناعي هو عقل طفل من الولادة موجود بغرفة مع ألبومات صور بس، وكل شيء ممكن يتعلم منه هو الصور الموجودة بالألبومات. طبعا كل صورة معها وصف، مثلا هاي الصورة تفاحة حمراء على سطح أبيض، مثل الصور يلي بنشوفها على الإنترنت يلي كل صورة معها وصف إلها، فنحن ممكن نتعلم منها. لكن هاد كل شيء ممكن يتعلم منه الذكاء الاصطناعي. إذا نحن بدنا نفهم شو يعني تفاحة، فنحن ممكن نمسكها ونقلبها بإيدينا ونشوفها من كل النواحي والمسافات والجهات. لكن الذكاء الاصطناعي إذا بده يفهم شو يعني تفاحة، فهو بحاجة يلاقي صورة تانية لها وصف تفاحة بين كل ألبومات الصور اللي حواليه. وملاحظة الأنماط خلتنا نحن والذكاء الاصطناعي نقدر نرسم تفاح بشكل ممتاز ولو كان بأسلوب مختلف. البشر لما يبدأوا التعلم ليصيروا رسامين بيبدأوا بتعلم القواعد، وهون بيبدأ الاختلاف المهم بين البشر والذكاء الاصطناعي. الفنانين اللي يرسموا شيء معقد بيحاولوا يبسطوا الرسم أول شيء لأشكال بسيطة أكتر، فلما بدنا نرسم إيد شخص بنشوف إنه عندنا القسم الأكبر اللي هو راحة اليد، وكمان ظهر اليد، وبعض السماكة، وبعدين الأصابع. وهيك ممكن نبسط الرسم لشيء مثل مربع مع بعض السماكة، بيطلع منه مستطيلات مع سماكة كمان، وبعدين الرسامين بيقدروا يضيفوا تفاصيل وحركات للأيدي والأصابع. أما الذكاء الاصطناعي فهو مختلف لما يعمل هيك شيء. شوف الأيدي كيف ممكن تكون فيها غرابة بشكل لا يصدق، لكن التفاصيل والإضاءة والظلال فعليا رائعة. هون لازم نتذكر إنه الذكاء الاصطناعي بيعرف كيف شكل الأشياء، لكن مو كيف تشتغل. لهيك استيعاب الصور كنقاط أو بيكسلز أو أجزاء أسهل عليه. الذكاء الاصطناعي ما تعلم انه الاصابع ما بتتوضع هيك على اليد او كيف بتنطوي مثلا، فممكن ما يبسط الاشكال لانه هو ما تعلم غير من البومات الصور مثل ما حكينا. لهيك هو بس بيتوقع وين ممكن يكون كل جزء وكل بيكسل من الايد بدون ما يعرف كيف الايد بتشتغل اصلا. بس هالشي ما بيعطي الذكاء الاصطناعي حق، يعني ما بنقدر نقول انه الذكاء الاصطناعي ما بيعرف يرسم بس لانه ما هو بشر. يعني الذكاء الاصطناعي ما بيعرف شيء عن العماره والانشاء والاكساء، ومع هيك ممكن يرسم ناطحه سحاب مميزه وسط القاهره مثلا. لهيك لحتى نفهم التناقض اللي عم يصير بين توليد صور غريبة للأيدي وتوليد صور رائعة ومميزة، لازم نحط ببالنا ثلاث نقاط مهمة. مو هني السبب بس، لكن هني أبرز الأسباب ليكون توليد صور الأيدي معقد بالنسبة للذكاء الاصطناعي، وهني حجم البيانات ونوعها، طريقة حركة الأيدي، ونسبة الخطأ المنخفضة. لنحكي عن هالنقاط أكثر بنبدأ بحجم البيانات ونوعها. خلينا نرجع لألبومات الصور. نحن ممكن يكون عنا كتير ألبومات لصور الوجوه، لكن ما كتير ألبومات لصور الإيدين. هالشي بيعني انه ما في كتير صور ليتدرب منها الذكاء الاصطناعي على الايدي. مثلا في بعض المنصات يلي فيها اكثر من 70,000 صورة للأوجه، وغيرهم في 200,000 صورة لأوجه المشاهير حول العالم. وطبعا هاي الصور فيها كتير تفاصيل من اشكال العيون لألوان الشعر لأشكال الأنوف المختلفة وغيرها. وبنفس الوقت ممكن نلاقي منصات فيها 11,000 صورة مثلا للايدي، لكن ممكن ما تكون استخدمت لتدريب الذكاء الاصطناعي. هاد بالنسبة لحجم البيانات. اما نوعها فهو شيء كمان له دور. الصور مهما كانت كتيرة ممكن ما تغطي كل الطرق اللي بتتحرك فيها الأيدي، وممكن ما توصف الأيدي بشكل صحيح. يعني مثلاً لما يكون عندنا صورة لشخص حامل شمسية أو مظلة، الصورة ما بتقول أكتر من إنه الشخص حامل مظلة، أما ما بتوصف أبداً إنه الإيد مطوية حول الشمسية والإبهام مطوي على جهة، بينما باقي الأصابع مطويين على جهة تانية والإبهام بغطي السبابة بس وباقي الأصابع لا. هالشي ما عم يصير، وهذا بياخدنا للنقطة الثانية، إنه الأيدي بتتحرك وبتتصرف بأشكال كتيرة
عكس الوجوه مثلا، يعني بأي صورة للوجه الأمور واضحة، الأنف وسط الوجه، على الجوانب والعيون وتحت الفم، ودائما هن بهالوضع. لكن هالشي ما بينطبع على الأيدي، لأنه ممكن نعمل هيك أو هيك أو هيك أو هيك وكتير حركات تانية. حتى ممكن ببعض الصور نشوف اليد بهالوضع، يعني كم أصبع هلا أنتم شايفين؟ ممكن 2 أو 3. فإذا الذكاء الاصطناعي بيتعلم فقط من هالصور مثل هيك، ما رح يعرف أبدا أنه دائما في 5 أصابع، لأنه بهالشكل ممكن يكون 2، 3، 4، أو 5. حتى الأحسن من بعض الصور يلي بولدها الذكاء الاصطناعي، ممكن نشوف حصان ب4 أرجل أو 3 أو 2 وأحيانا 6. والذكاء الاصطناعي ما بيتعلم ليفسر هاي الأمور، لأنه في كتير اختلافات بالصور يلي عم يتعلم منها، وما عنده التفكير الواعي اللي عنا كبشر لنلاحظ الأخطاء ونصححها. وهون نوصل للنقطة الثالثة، نسبة تصحيح الخطأ المنخفضة. نحن كبشر بنهتم كتير بالأيدي وبأشكالها، لأنه إلها دور كبير بحياتنا وبدنا إياها تكون مثالية. لهيك نسبة الخطأ برسم أو تخيل منخفضة جدا. لكن لأنه نموذج الذكاء الاصطناعي ما بيفهم هالشي وما بيعرف كيف الأيدي وأشكالها وكيف ممكن تتحرك بمختلف الوضعيات، فهو ممكن يولد صورة شبيهة باليد مثل يلي بألبومات الصور، لكن ما إنها إيد حقيقية. هالشي جيد جدا لكتير من الأمور، لكن مو للأيدي. بدي صورة لسيدة لابسة كنزة ب3 أزرار فقط. ممكن نشوف هيك صور. فعليا ممتازة، سيدة لابسة كنزة وأزرار، لكن أكثر من 3. فعليا هالشي ما مهم، هي سيدة وكنزة وأزرار. لكن الأيدي طبعا لازم تتبع معايير أعلى، 5 أصابع يعني 5 أصابع. فبالصور الأولى اللي شفناها فعليا هي تفاحة خضراء وشخص حاملها، لابس كنزة بيضاء وسودة ما بتفرق. الصورة تمام، لكن من ناحية الأيدي لا مو تمام. فهون بيوصل لأي شخص فكرتين، الأولى إنه الذكاء الاصطناعي سيء بالرسم مثل ما شفنا برسم الأيدي، والثانية إنه الذكاء الاصطناعي ما رح يتحسن بهالمجال. ومع هيك هالفكرتين خطأ نوعا ما. حاليا لنكون واقعيين، نماذج الذكاء الاصطناعي تحسنت كتير برسم الأيدي مقارنة بالبداية، لكن لسه الأمور ما تصلحت بشكل كامل. فحاليا بما أنه عم نحصل على صور غريبة، ممكن ما نطلب صور متعلقة بالأيدي من الذكاء الاصطناعي، والمطورين فعليا عم يهتموا بتطوير هاي النماذج لتعطي صور مثل ما البشر رح يحبوها وفيها الأشياء اللي بتعجبنا مثل السماء والمدن والمباني، ومو بنفس الدرجة من الاهتمام للأمور اللي ممكن ما نلاحظها مثل الأزرار مثلا. وحقيقة ممكن يتم توليد صور للأرياف مثلا أو المناظر الطبيعية عامة بشكل أجمل بكتير من رسم البشر. فحاليا عم يتم العمل على أمرين مهمين، الأول تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على صور أكثر، وهالشي بيتطلب قوة أكبر وموارد أكثر طبعا، وتاني أمر هو جذب الناس لإعطاء رأيه، وهالشي بساعد الذكاء الاصطناعي على تحسين الأداء. تشات جي بي تي مثلا مع كل إجابة بيعطيها ممكن نقول له إذا هالإجابة صحيحة أو خاطئة، وإذا خاطئة فليش خاطئة، وهيك بصير مع كل صورة بولدها الذكاء الاصطناعي ممكن نعطي رأينا إذا هي صحيحة أو لا. وطبعا هالشي ممكن ياخذ طاقة كبيرة من المطورين، لكن مع هالشغلتين ممكن تتحسن النماذج بشكل كبير وكتير من المشاكل تختفي، لأنه فعليا هيك بكون أي نموذج ذكاء اصطناعي عم يولد الصور يلي فعليا بتعجب البشر. وهالشي طبعا مو بس بالأيدي، العضلات والأسنان كمان، أي شيء فيه نقط أو عدد ممكن يختلف عن شيء معين. الذكاء الاصطناعي ما ممكن يعرف قاعدة إنه في عدد محدود من شيء، لأنه تدرب على اختلاف بهي الأشياء، كونه مثل ما شفنا ببعض الصور ممكن نشوف أصبع أو 2 أو 5، وكمان بصور تانية ممكن نشوف أسنان كاملة أو أسنان ناقصة. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير، وخبرونا رأيكم بالتعليقات. سلامات.